أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شن تنظيم داعش هجوما مضادا ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن القتال محصور على أطراف حي الصناعة وإنها تمكنت من صد الهجوم. ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم بأهمية استراتيجية لكونه على تماس مباشر مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها التنظيم. قال مصدر عسكري إن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق وضع خطة لتحرير الحويجة وتل العفر، مؤكداً أن في حال صدور الأوامر ستكون القوات على أتم الاستعداد للمشاركة في أي عمليات ضد تنظيم داعش. وأضاف المصدر أن القوات العراقية ضيقت الخناق على تنظيم داعش الذي بات محاصراً في 3 مناطق في الموصل. أعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية قتل 25 فرداً من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي ومواجهات على الأرض مع قوات الشرعية في جبهات الساحل الغربي. وبدأت قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي محاصرة مركز مديرية صرواح غرب مأرب، فيما تجددت المواجهات في جبهات نهم شمال شرق العاصمة اليمنية. قالت الأمم المتحدة إن الإعلام القطري نسب تصريحات مفبركة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية. وأوضح مكتب المفوضية أن لقاء عقد بالفعل مع ممثل دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لكن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي كانت محرفة لحد كبير. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تمتلك العديد من الخيارات للرد على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. وقال ترامب خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن في البيت الأبيض إن فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي فشلت طوال سنوات عديدة. عقد نجم كرة القدم الشهير ليونيل ميسي قرانه على صديقته منذ أيام الطفولة في مدينته الأولى في الأرجنتين، واجتمع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم في الأرجنتين لحضور حفل الزفاف. وطلب النجم الأرجنتيني من المدعوين خلال بطاقة الدعوة عدم إحضار أو تقديم أي هدايا، ويمكنهم تقديم التبرعات لمؤسسة ميسي الخيرية التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال الفقراء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.